برشلونة كان يمني النفس بفوز سهل. هذه كرة تلعب عرضية خطيرة وكرة والله وفعلها نافيس يراب بنتيجة أو بطريقة غريبة حقيقة. شوفها مرة أخرى خطأ دفاعي فادح عند برشلونة. صفر نافيس هدف. برشلونة سيطروا على اللعب نسبة وصلت أكثر من 70% في الدقائق الماضية لكن بدون حلول طويلة لنيمار عدت بمحاذاة القائم. جميلة اللقطة الأخيرة من ماسكيرانو. عدت يا نيمار عدت يا نيمار والتي نشاهد فيها نيمار قريب من المرمى. شوف دائما كان تحت الضغط دائما كان مقيدا من المدافعين دائما كان تحت الحراسة عليه أكثر من مدافع في حراسة أكثر من شرطي غير قادر على المرور. إجراء تغييرات لا زال إنريكي عند الثقة في قدرة اللاعبين على تجاوز هذه المباراة دون الحاجة إلى البدلاء ربما في الدقائق القادمة. كرة راسية والتعادل والتعادل للبرسا باتيو جدا لبرشلونة لأنه في بداية شوط المباراة الثاني يسجل ماثيو. تسديدة قوية من جانب نيمار لكن اعتلت العارضة. ألافس في شوط المباراة الثاني يقبل هدفا ثم بعد ذلك ألافس ماسكيرانو خاطئة محاولة لمصاعدة ألافس داخل منطقة الجزاء فرصة والثاني والثاني لألافس فعلها إيباي غوميز. أخطاء كارثية لدفاع برشلونة اليوم أخطاء كارثية لدفاع برشلونة اليوم. هل الحلم قريب؟ تعال يا بيريغينو أخبرنا هل كان حلما أم كان سحرا وفعلته اليوم في كام نو. هدف ثاني لألافس. ماذا ما يحدث اليوم في كام نو؟ مفاجأة كبيرة جدا. ماسكيرانو أخطأ في بعدها وخطأ ماسكيرانو مكلف جدا 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 لأنه ما